كرة في مكان خطير، تسل أرتورو فيدال، فرصة لوضع الكرة في الشباك. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. أرسلها رائعة جدا في الزاوية اليمنى، كان قريب، كان في المنطقة، لا يمكن لحارس المرمى التصدي. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة، مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير، رمية تماس، سيرجيو روبرتو يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى، أرضية عند القائم الأول، تصدي من دخية والخطورة مستمرة، يفقد الكرة، فرصة تقليص الفارق الآن، لم يفقدوا الأمل، ما زالوا يحاولون، هذه المرة كانت قريبة، القادمة قد تكون في الشباك.